رمضان كريم عليك يا دكتورة. يعني هم مختلفين الآن 15 ثانية ولا 20 ثانية نغسل أيدينا، أهم شيء نغسل أيدينا في النهاية، يعني هذا يمكن هذا ما نصب إليه، ونستخدم المعقمات. وأكيد أنه بعد كورونا أخذنا درس كافي. بس دكتورة، أماكن ما نتوقعها تكون فيها كمية جراثيم كبيرة، يعني ما عمرنا تخيلنا، مثل إيش؟ أعطينا أمثلة غير اللي ذكرناها. شي مساء الخير لك مها، ورمضان مبارك علينا وعليك. هلأ فعلا نحن دائما مثل ما ذكرتي بعد جائحة كورونا، دائما وقت ندخل أي مكان عام ونحن منظن أنه فقط نحن بنأخذ البكتيريا من الأماكن العامة وبنهمل الأشياء اللي نحن تكون بتناول أيدينا طول الوقت وهي اللي عم تحملنا بكتيريا ونحن لا ندري. خليني أعطيكي أول مكان اللي هو فعلا يهمل ولا يتوقع، هو الموبايل، سمارت فونز، موبايلاتنا اللي عم تحملنا بين أيدينا. مها نحن كم مرة نلمس الموبايل في اليوم؟ 5000 مرة. يعني فعلا الدراسات وجدت أنه خلينا نقول بالاون افريج، يعني نحن عم نلمس موبايلنا 5000 مره في النهار. لو بعدين بنحطه هنا وبنحطه هنا يعني بنضعه في اماكن مختلفه، بضل ملازمنا وبعدين بنشيله ونحطه على وجوهنا كمان، يعني تماما. فيدخل الموبايل الحمامات، يدخل كل الاماكن، ممكن نضعه بالحقيبه، نضعه في اي مكان، ويلازمنا طول الوقت. ومثل ما ذكرتي ممكن انه نحمله ونضعه على اذننا. فالموبايل هو مرتع للبكتيريا، وممكن مثل ما قلنا بكتيريا مثل الإيكولاي والستيفلوكوسيس، وكمان أكثر من هيك وجدت دراسات أنه بيسبب الربو والحساسية بشكل أكبر كثير من الحساسية إيش والربو. علاقة الربو طيب يا دكتورة؟ تحسس البكتيريا، انت عم تحملي بكتيريا، يعني هذا كلياته عم نستنشقه، يعني عم يصير في استنشاق. فالحساسيه بالازمه وحساسيه الحساسيه بشكل عام، يعني احنا ممكن مثل ما قلنا في الاشخاص اللي معهم ربو او حساسيه من البيتس، الحساسيه واللي ممكن تجينا من الموبايل لانه ملازمنا كل الوقت ولانه يحمل كثير من البكتيريا، فممكن يكون اكثر. هلا الموقع الثاني او المكان الثاني اللي نحن ما بنتوقعه وبنظن انه هو سيف دائما ويحمل الكثير منه، هو سبونج او ليفه المطبخ. عاد هذه يعني كثر الكلام عنها بس للاسف يعني كثير مننا ننساها. تصوري مها، السبونج المحتفظ فيه اللي هي نحن اصلا نستخدمها للتنظيف بتحمل بكتيريا 500 ألف مرة أكثر من البكتيريا الموجودة في الحمامات. 500 ألف. فلذلك وفي أشخاص وللأسف بيستخدموها لفترة طويلة. يعني كم المفروض مدة استخدامها دكتورة؟ قد إيش نستخدمها بعدين نرميها؟ يوصى أنه لا تستخدم أكثر من أسبوعين إلى 3 أسابيع بالحد الأعلى. تمام. ويوصى ايضا انه ما نضعها بالماء طول الوقت. ليه؟ لانه مثل ما بتعرفي كل ما زادت الرطوبه كل ما زادت البكتيريا. تمام. فنحن بدنا نخليها نحرص على جفافها خلال فتره الاستعمال، لكن اكثر من 3 أسابيع نتخلص منها. يعني 3 أسابيع نتخلص من اسفنجه غسيل المواعين، واثناء عدم استخدامها نتركها في مكان جاف. ايش ايضا كمان؟ اعطينا. في عندنا الووتر بوتلز اللي بنحملها اللي هي عبوات المياه، عبوات المياه معاد استخدام. وللاسف ممكن انه نرسلها مع اطفالنا الى المدارس وترجع، وفقط نقوم بتعبئتها ونهمل تماما كم من البكتيريا تحمل. لذلك اللي بيستخدموا عبوات المياه التي تعاد استخدامها يجب قبل استخدامها. قصدك هذه اللي نعبيها دكتورة مثلا ناخذها معانا الجيم او ناخذ، هي هذه اللي قصدك عليها؟ عبوات المعاد استخدامها، يعني العبوات اللي بتكون اما بلاستيكية او عبوات المعدن، هي التي يعاد استخدامها. انا ما عم بحكي العبوات الاخيرة اصلا استخدامها مرة واحدة. لا نصي ابدا عبوات البلاستيكية. اللي بنحملها مرة واحدة استخدامها، لا ينصح بتعبئتها مرة ثانية، هذا موضوع اخر. له علاقة بلاستيك. فهي وللاسف في اشخاص بيستخدموا العبوات فقط بيتم تعبئه العبوات بالمياه، وبيهملوا انه هذه العبوات تحمل الكثير من البكتيريا. لذلك قبل كل استخدام يجب ان نقوم بغسلها جيدا ثم تعبئتها بالمياه. هلا المكان الثاني، خلينا نقول عندما نذهب الى السوبر ماركت احيانا نعمل سيلف تشيك اوت من على السكرين، كمان هي مرتع للبكتيريا. نعمل عفوا دكتورة ايش؟
بالسوبر ماركت السكرينز اللي بنعمل وقت بنعمل تشيك اوت وقت بنعمل شوبينج، فنحن احيانا بنستخدم سكرين مشان نعمل التشيك اوت يعني بدون الذهاب الى الكاشير. فهي السكرين قصدك الشاشات اللي تكون موجودة سواء في شاشة، السوبر ماركت تمام، أو حتى الشاشات الموجودة في بعض بالسوبر المولات ماركت اللي هي عشان تدلك على الأماكن فين، فيكون في سكرين كبيرة. هي لحتى تساعدك، يعني انت بدك تقومي بالشراء بدون ما تذهبي الى الشخص الموجود على أيوة الكاونتر، أيوة 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 الشراء الذاتي خلينا نقول، أيوة تمام، أيوة او الدفع الذاتي. فانت عندما تقومي بالدفع الذاتي بيكون في عندنا شاشات، بتستخدمي شاشات، هي الشاشات هي تشرب، حتى بتقومي أعتقد في الاي بتمسح. تي ام كمان صح؟ تماما تماما. ايه هلا نحن ما حنقول رح نمسك السبراي او المعقم المعقمه، لكن مباشره بعد استخدامه ينصح بغسيل اليدين. اذا ما كنا موجودين، ما كان كنا موجودين في مكان عام، فينصح طبعا بالسانيتايز. يعني لا نهمل او نقوم بتناول الطعام بعد ان نلمس هذه الشاشات. ام طبعا مثل ما قلنا في عندنا مثلا الصنابير، يلي صنابير تعبئه الصودا، مياه الصودا، ام كمان مرتع اخر للايكولاي. ام هلا عندنا كمان الاشخاص اللي عندهم بيتس، الحيوانات الاليفه في المنزل، ام احيانا يستخدموا العاب لتلعب بها الحيوانات الاليفه. هي الالعاب كمان مرتع للبكتيريا والفطريات. وللاسف نحن نعرف انه الحيوان الاليف مثلا سواء القطه او الكلاب بدعوه بيستخدموا في الفم، مم. فتلامس اللعاب، ونحن بنعرف مم. كمان موجودة عند الحيوانات، حتى لو الحيوانات طيب الأليفة موجودة ممكن تكون للإنسان قد تكون معدية وتسبب أمراض. لذلك هي دكتورة، بس سمعت معلومة زمان وصار عندي هوس من هذا الموضوع، بس أكدي لي. يقول لك المنيو في المطاعم فيه نسبة بكتيريا أكثر بكثير من مثلا مغسلة في دورة المياه الله يكرمك أو شغلة زي كذا، هل فعلا صحيح المنيو؟ وحتى أنا دائما السلالم الكهربائية ما أحب أمسك الأيادي، فما أعرف هذه برضو من الأماكن اللي المفروض أن طبعا ننتبه منها. تخيلي معها عدد الاشخاص يلي عم يلمسوا هذه، سواء المنيو بالمطعم او سواء سلالم او المملحه اللي موجوده بالمطعم او حتى ريموت كنترول في المنزل اللي عم يستخدمه الاشخاص اللي بس بالمنزل. هدول كلهم اسطح بتعيش فيها البكتيريا لفتره طويله، وعم تنتقل وتستخدم من شخص الى اخر. لذلك هي بتكون فعلا فعلا مرتع للبكتيريا. وبنلاحظ وعملوا دراسات ولقوا فعلا يعني استخدام مثل ما ان الشاشات بالسوبر ماركت او يعني خلينا بشكل عام نقول عدم غسل الايدي بعد لمس اي سطح من الاسطح اللي اشخاص اخرين لامسينه او نحن لامسينه وايدينا ليست نظيفه، هول بيقينا غسل الايدي يعني انا بالدفع تعودت، الشخصي يمكن الثاني. دكتوره بالتعود تعودت اني انا مثلا اعقم يدي بعد عاده ما اطلب الاكل من المنيو، واسلم المنيو واعقم يدي واتجهز للاكل، بس ما ادري مخرجنا يقول مو تعرض البكتيريا والجراثيم يقوي مناعتنا. هلا نحن في عندنا بكتيريا مفيده طبعا، الافراط في استخدام المعقمات معها طبعا هذا الشيء غير جيد، وتحدثنا كثير عنه. نحن ما بدنا نفرط في استخدام المعقمات. هلا يفضل هلا استخدام الانتي بكتيريا السوق بالمنزل، اصلا انا يعني دائما بتحدث عن هذا الموضوع، لا ينصح فيه ابدا، لانه هذا بيقلل فعلا مناعه الجسم وبيقتل البكتيريا النافعه. الصابون العربي يلي هو ما في مضاد بكتيريا مع الماء اصلا هو بفكك الزيت الموجود على اليدين، بتنزل البكتيريا مع قطرات الزيت وخلص خلصنا منها لمده 20 ثانيه، هذا المطلوب. اما الاستخدام المفرد، نحن السانيتايزر بنستخدمه وقت ما لما بيكون في نكون برا. عندنا دخول الى المياه، لكن استخدمه بشكل كثير كبير، ايوه او في اشخاص بالمطعم بيضعوا سانيتايزر على الصحن قبل ان يتناولوا، لا طبعا لا، هذا غلط مش لانه للدرجه بيدخل. دي يا ودي، مش انا للدرجه دي شفتها يعني. في ناس ممكن يعني نعقم يدنا وكفايه، بس اذا احنا مثل ما ذكرتي في مكان يوجد فيه ماء وصابون يكون افضل. يعطيك الف عافيه دكتوره على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم، ورمضان كريم عليك.